So our government is committed to work very hard to support لتحويل هذا الاعتراف السياسي وتجسيمه على أرض الواقع، وسنعمل لمساندة شعبنا في غزة ولإدماجه تحت السلطة الفلسطينية، والعمل على إقامة إصلاحات لمؤسساتنا وكذلك لتقديم الخدمات التي يستحقها شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية من أجل الحرية والاستقلال، ونعول على إسبانيا هذا البلد الصديق أن يساندنا في هذا في هذه الرحلة. شكرا جزيلا لإسبانيا، شكرا لمعالي الوزير، ونتطلع للعمل معكم في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. نفتح المجال للأسئلة. مساء الخير. سؤالي لرئيس الوزراء، رحبتم بمبادرة إسبانيا والنرويج وإيرلندا، هل تعتبرون ذلك كافيا أم أنكم تطلعون لانضمام دول أخرى للاعتراف بدول فلسطين؟ وبالنسبة لوزير الخارجية الإسباني، هل تعتبرون ما يحصل في قطاع غزة إبادة جماعية؟ وما هي تداعيات الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ هل ستكون هذا الاعتراف على أساس حدود 67؟ نحن بطبيعة الحال ممتنون ونسعد بانضمام 3 دول ل 140 دولة تعترف بعد بفلسطين، ونريد أن تنضم كل دول أوروبا إلى الاعتراف. وأعتقد أن إسبانيا هي مصدر إلهام لاتخاذ هذه الخطوات الشجاعة. أفهم بأن بعض الدول لا تزال تتردد، ليس لأنها تعتقد بأن فلسطين تستحق أن تكون لديها دولة، ولكن يريدون أن يكون ذلك ختاما لمسار السلام. وأقول لهم بكل صراحة أنه من المهم جدا أن نبقي على مسار السلام على قيد الحياة، وأن نبقي على هذا المسار. الاعتراف حان وقته، ذلك لا يعني نهاية المسار، بل هو بداية مرحلة جديدة، وسنعمل بكل مسؤولية كدولة معترف بها من قبل أغلبية الدول من أجل تحقيق السلام بيننا وبين جيراننا. هذا يفترض أن يكون سببا من أجل الاعتراف بالدولة بدل التردد في الاعتراف، وأن نتوقف عن الوعود التي بقينا ننتظرها منذ 30 سنة. حان الوقت أن نجسد ذلك على أرض الواقع، والاعتراف بالدولة الفلسطينية والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة هي أفضل طريقة للإبقاء على قيد الحياة لمسار السلام ومن أجل الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. فيما يخص السؤال الأول، هنالك دعوة من قبل جنوب أفريقيا للتحقيق في الإبادة الجماعية، وقد تحدثت في العديد من المناسبات بهذا الخصوص، وهذه المبادرة الجنوب أفريقية سعت إلى إقامة هذه الدعوة، وكذلك وزارة الخارجية عبرت عن موقف الحكومة الإسبانية بهذا الخصوص وعما يحصل في محكمة العدل الدولية، ومن قبل اقتناعي
الشخصي. نحن نساند كل المؤسسات والمنظمات الأممية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمحكمة العدل الدولية. نتحدث عن هيئة من ضمن خارطة سان فرانسيسكو في الأمم المتحدة، والقرارات التي تتخذها المحكمة العدل الدولية نساندها بالكامل. وأريد أن أذكر، وقد قلت ذلك في مقدمتي، بأن القرارات المحكمة العدل الدولية هي إلزامية، وهذه التدابير المؤقتة تلزم إسرائيل بأن تنسحب إجباريا وتوقف عملياتها العسكرية في رفح، ونحن إلى جانب الشرعية الدولية. مع ذلك دعونا نترك محكمة العدل الدولية تواصل عملها لإقرار الإبادة الجماعية من عدمها، ونحن نكرر الدعوة لوقف إطلاق نار عاجل وفوري، وذلك لتجنب توسع هذا النزاع. وقد أوقفنا تصاريح التصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ شهرين، لأن الشرق الأوسط لا يستحق المزيد من الأسلحة، بل يستحق السلم. فيما يخص الحدود، وأنتم تفاجئوني بمثل هذه الأسئلة، أريد أن أوضح مرة أخرى للاعتراف بدولة لا تحتاج إلى الاعتراف بحدود. العديد من الدول التي تعرف بإسبانيا ويعترف بها المجتمع الدولي لديها نزاعات بخصوص حدود أراضيها، وليس لديها حدود محددة نهائيا. وقد عبرت عن ذلك في العديد من المناسبات وعن قناعتنا، ونحن نؤمن نعتقد بأن بمجرد العودة إلى غزة، وأؤكد أن إطلاق النار هذا يجب أن يتوقف فورا، فإن حكم غزة والضفة الغربية سيكون تحت حكم السلطة الفلسطينية لإعادة بناء غزة. يجب أن يكون هنالك تواصل بين مختلف حدود المناطق الفلسطينية، وأن تكون هنالك عاصمة وهي القدس الشرقية. هنالك إجماع من قبل الدول الأوروبية منذ عدة سنوات بخصوص الاتفاق على حدود 1967، ولكن أؤكد العديد من الدول حدودها ليست محددة. وقد كنت في منتدى مع السيد ميغال أنخل.